صباح الخير. بيصادف اليوم عيد راس السنة الهجرية، وأكثر ما بيحتاج له الوطن التضامن والوحدة بين كل أبنائه. فالإرهاب المتفشي باسم الدين لا يهزم إلا بالتمسك بالقيم الإنسانية البعيدة عن التطرف. والمطلوب خطاب جامع بعيد كل البعد عن الكلام المذهبي، العودة إلى مصلحة لبنان، للخروج من الأجندات الإقليمية ومشاريع الفتنة. بعيد راس السنة الهجرية نتمنى أن السنة المقبلة نطوي فيها صفحة مؤلمة من تاريخ الشرق، ليعود لبنان والعالم العربي منارة الاعتدال والفكر والثقافة والفنون. ما بيكفي تعداد ضحايا السلاح المتفلت والرصاص الطائش حتى تنضاف لألن حوادث درامية جديدة نتيجة الإهمال واللاوعي. بتقريرنا الأول لليوم رح نفتح ملف قاتل عنوانه الكبير السلاح وتفصيله. أهل بيعتبروه لعبة وبيتركوه بمتناول أولادهم، فبتتحول هاللعبة لحادثة دموية والأهل لضحية. السلاح بإيد الأطفال إنجاز جديد من إنجازات التخلف. تقرير لزميلتنا رولا أمين الدين. رفقاتي بغير مدرسة كانوا عم بيلعبوا ببارودي على السطح، أما قوصوا واحد بالغلط. إيه في إيه؟ لا بارود بي والأوضة عم قوص على حدا، ما بعرف مين قوص على مين. الولد ما بروح بيشتري بارودي ولا فرد، ما بيعرف. في ناس كبار عم بيشتروهم، عم بيحطوا سلاح قاتل بين إيديهم. يعني في واحد مثلا حضرناها انبعتت على الواتساب، ولد صغير عمره يمكن شيء 4 سنين بالعرس، قام أبوه حمله الفرد قتل أبوه. لازم يضبوا سلاح الأهالي كلهم، حرام، ما بيجوز. لا بيجوز للكبار ولا للصغار. من السلاح المتفلت إلى موجة الرصاص الطائش، خبريات يومية والضحية أرواح بشرية. حالات عم تكتر ليتحول السلاح إلى لعبة بأيدي الأولاد، توضع بمتناول اليد دون مسؤولية، والنتيجة حوادث أسبوعية وجرائم دموية، وبين المزح والجد لخسارة أم أو أب. طلع سلاح سايب بين إيدين الأولاد، 3 حوادث صاروا بأقل من أسبوعين. في جرائم قتل، صح، جريمة قتل، المسؤول عنا الأب. عم يتصيد ما مشكلة، يشيله حطه بخزانته ويقبل عليه. معلوم بخمنها، حي الله لعبة عم بيلعب فيها، شو بعرفوا أنه هذه أمه حي أو وصل. هذا إهمال من الأم والأب اللي بيترك بارودته بالأرض وبيترك البارودة فيها ضرب. يعني أنه معقولة هاي؟ شايفي هول الخردق اللي بيقوصوا فيهم بالعيد، هيدا ممنوع يفوتوا على لبنان. هولي بارودة خردق، ما هيدي إذا اجت على العين تقلعها، بتشيلها للعين. شفت ابني شاري لعبة وما خرجه، باخدها منه بخفيها كبة. قضية السلاح المتفلت المرخص وغير المرخص بطلت قضية تحمل فقط على أكتاف الدولة، وإنما مسؤولية اجتماعية توقع على الأهل ليوضعوا أمام أولادهم أداة ممكن تنهي حياة بلحظات قليلة. ما لازم حتى الأم أو الأب أو الأخ أنه يشتري حتى فرد بلاستيك يعطيه للولد، لأنه هيدي على الكبر بيصير عنده، يعني بيأثر عليه، يمكن يصير عنده عامل نفسي، يمكن تأثر على نفسيته هو أمه وأهله، يتخانقوا بالبيت، يكون عنده سلاح لبيه بيجيبه وبيقوس أمه. تعرف يا أفلام الأكشن والأكشن والتجليد، كلهم يحملوا سلاح ويعملوا حالهم إنه هني أبطال وكذا. كتير كترانة، لازم بقى تنضب هالسلاح. يعني أكثر من هيك فلتين أمني ما بقى يصير. يعني بتسمع رصاصة طاشة أو بتسمع مثلا ولد قتل بيه أو أمه، كمان حرام هون عن جد. بتخافي توقف على البرندة تعب بيتك، أنت واقفة بتجي رصاصة طاشة فات فيك خلص مت يعطيك العافية. رح
نتابع حلقتنا. وللسنة السادسة على التوالي نظمت مؤسسة سينما لبنان أمسية لانوي دي مبروك بميدان سبق الخيل ببيروت. تخلل الأمسية عرض 4 أفلام قصيرة من برنامج لبنان فاكتوري لأول مرة بلبنان، وتم خلال الأمسية توزيع جوائز للأفلام يلي أنتجت بين العامي 2015 و2017 بحضور حشد من السينمائيين وأهل السياسة والفن. تفاصيل أكثر بهالتقرير. كنت هي اللي انه مات؟ بلا شو يا رامبو؟ اللي عشت الحرب الأهلية كنت تعرفهم كل هالأشياء؟ السينما اللبنانية كانت ضيفة لانوي دي مبروك بالدورة السادسة، فتم تكريم عدد من السينمائيين على انتاجاتهم ما بين عام 2016 و2017 بحفل جمع عدد كبير من السينمائيين والممثلين والمخرجين ليحتفوا بالسينما من تنظيم مؤسسة سينما لبنان وتحت رعاية وزارة الثقافة. لانوي دي مبروك بفتكر رح نفتحها للجميع، لأنه الناس متشوقة تشوف سينما وجي عبالها، وكل الجمهور إن كان شباب إن كان من كل بفتكر كل المجتمع بيحبوا يشوفوا هالافلام، وكما في افلام هلا نفرجيها ونحن فخورين. J'étais très très enfin ravi de voir la diversité aussi bien et la richesse aussi bien des documentaires que des fictions. J'en connaissais quelques-uns mais c'est une belle découverte. وين كنت رايح؟ ما بتذكر. قدمت الحفل الممثلة كريستين شويري حيث عرفت عن الأفلام قبل توزيع الجوائز يلي اختارتهم لجنة مؤلفة من مدير مهرجان كان السينمائي كريستيان جون والمنتج من هوليود جون كوري والممثلة والمخرجة نادين لبكي والكاتب والناقد السينمائي ربيع حداد والمخرجة ديما الحر. الجوائز كانت من نصيب فيلم الوادي لغسان سلهب حيث حصل على أفضل صورة وأفضل موسيقى تصويرية، بينما جائزة أفضل فيلم كانت من نصيب ربيع إخراج جاتشي بولغوريجيان. جائزة أفضل ممثلة كانت من نصيب منال عيسى عن فيلم بيردوريان، بينما جائزة أفضل ممثل حصلوا عليها بالتساوي رودريغ سليمان وسعد سرحان ورائد ياسين عن دورهم بفيلم تومبي دو سيال. أما جائزة أفضل وثائقي فكانت من نصيب هدني لمريم حاج، وحصل فيلم تدمر على جائزة لجنة التحكيم الخاصة. يا أنا شو مفروض تكون عم بحرس حاليا؟ يلا بسرعة. تبع توزيع الجوائز عرض لأربع أفلام هن أفلام لبنان فاكتوري، مشروع أقيم بمبادرة من لاكنزان دي رياليزاتور بالتعاون مع مؤسسة سينما لبنان وأبوت برودكشن، حيث صور 4 مخرجين لبنانيين أفلام مع 4 مخرجين عالميين وتم عرضهم بالدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي، وهيدا كان العرض الأول بلبنان. الأفلام هن وايت نويز لأحمد غسين والفرنسية لوسيا لاشيميا، بأوتيل النعيم لشيرين أبو شقرة والإيطالي مانويل ماريا بيرون. قالت لي إنه عندها نص بكور متراج قصير، وإنه لاحظت إنه ممكن دور في دورين أساسيين بالفيلم، في واحد منهم ممكن يكون مناسب لإلي، وأنا كوني ما كتير عم بمثل لأنه مني متفرغ للموضوع، قلت له خليني طالما كور متراج وطالما شيء ممكن أرى وقتنع فيه ما عندي مانع، إن كانت أفلام قصيرة ولا أفلام وثائقية ولا أفلام طويلة، أنا برأيي هي عالم التفاصيل. لاحظت إنه شيرين وفريق العمل كلهم حريصين على أداء التفاصيل. الفيلم بيحكي عن حارس ليلي بيحرس تحت جسر فؤاد شاب بالداون تاون، وبتصير معه أحداث غريبة وله علاقة بعلاقتنا بالمدينة وعلاقتنا بشيء عم نجرب نحميه وما بينحمى أبدا. شو عم تحكيني كل هالحكي؟ ما عم بفهم. شهر ماكسيموم بهر بدك تفوت بمحكمة وقضاة ومحامين ودعاوى، ما لها معنى. بعدين صدقني
أنا حبيتك. سلامات من ألمانيا لرامي إداح وأوانا جونجاك والجران ليبانو ليمونيا عقل وأرنستو فيلالوبس. اللي بيميز السنة لانوي دي مبروك هو أنه غالبا قبل كانت تكون سهرة مغلقة بس لعالم السينما وكنا نحضرها بس نحن اللي عنا أفلام مرشحة، بقى السنة كتير مفتوحة أكتر، أصلا نحن بمكان مفتوح اثنين رح يكون في عرض أفلام. مهم أنه يكون عنا السينما ذو مستوى، مهم أنه المجتمع اللبناني يروح يحضر أفلام شعبية بس كمان أفلام مثل ما عم بقول مهرجانية أو بتروح مهرجانات أو بتتوزع جماهيريا بس كمان بتتوزع برا. هول يعني المبادرات عم بيشجعوا الجمهور أنه يرجع يتطلع بالسينما اللبنانية بغير منظار. ميز حفل هالعام عن السنوات السابقة بأجواء خاصة داخل ميدان سبأ الخيل احتفاء بالسينما اللبنانية وتأكيدا على الدعم الدائم للسينمائيين من قبل مؤسسة سينما لبنان. نرجع إلى الشارع اللبناني مع كلمة اليوم، تقرير جديد وشخص جديد بهذا بهالكلمة أكيد. ما بعد بريك ونرجع. بيقولوا في جلاوي على بكرة بروي الأعصاب وبيدوي الدماغ وبيقوي الفكر والأفكار وبتجيك الإبداعات وبتجيك النشاط وبتروح على شغلك وانت نشاط وبتكون وبتقول صباح الخير يا مدام، شو بدك توصي شيء يا مدام، بتأمري بشيء يا مدام. يعني هيك ما هيك. لا في جلاوي على بكرة وشيء تاني عشية هو في جل الشاي. فهم علي ها؟ فيروز عامل القهوة قيمني فيروز وعيني ساعة 6 الصبح صوتة بوعيني بتقلي الجمال والكمال والطبيعة واللبنان الحلو ما في منه بالعالم هيدا بتقلي يا 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 جبل صلبين مثلا يا قمر مشغرة لك يا قمر مشغرة يا حال الكون بقولها هي بتعمل لي القهوة قام علو ما بشرب قهوة بدونها وما طيب القهوة بدون رشفة رشفة قهوة من رشفتها. لكن هي لك مبسوطة وزارة الداخلية ولا بتاخذني بتكرمشني بتاخذني على على سجن الرمل كان بسبيل سجن الرمل سجن الرمل محل الملعب البلدي طريقة جديدة عفاك قبل الزواج أو بعد الزواج راح تقول لي لحدا طيب 4 بعد الزواج و25 قبل الزواج. بلك يا حامل الركات ركات روزيها كل القلوب مسلطة عليها مش بس عم بتلعب بالطابق قلوبنا عم بتلعبي فيها. يا منى قلبي وحبي أنت حبي وفؤادي أنت مديرة الأخبار أخبار الصباح يا منى الصباح أنت باقة الأفراح يا ليلى جرحي عمل وانا عطفك وين ما عاد فيني اتحمل غزلات العين مثل عصود العريشي مثل عصفور عم بلقد ريشي وريشي وجرحي مكسور. كلمة اليوم قهوة الصباح.